السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة تربية الحسون، الصفحة الرسمية معكم جلال. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليكم عاش. إخواني أخواتي، لنا عودة لكم في موضوع جديد إن شاء الله، وإن شاء الله يكون مفيد لكل الإخوة والأخوات. ما تنساش خويا العزيز تدعمنا بجام، ألف جام للفيديو إن شاء الله، تنتشر المعلومة كتشجيع لنا وتفرحونا ونفرحوكم إن شاء الله. الموضوع تاع اليوم مفيد جدا وهام جدا. كما تعلمون صفحتنا مختصة في علاج الأمراض وتربية الطيور الحسون والكناري في الأقفاص والإنتاج منهم وكيفية التعامل معهم. لا تبخل على أخوك جلال حتى بدعوة خير أو تعليق جيد إن شاء الله. بون أخوتنا العزيز، الموضوع تاع اليوم هو موضوعين في موضوع واحد إن شاء الله، باه يستفادوا الجميع. نظرا لضيق الوقت، ما عندناش الوقت بزاف، عندنا شوية هكا دي بروبليم نفريو فيهم، إن شاء الله راح تتمتعوا إن شاء الله. تحبوا نبداو لكم بشرع على الجان ولا في الموضوع؟ شوف خلوكم موضوع المهم تاع اليوم لآخر الموضوع. بون أخوتنا العزيز، الناس اللي عندها ليجان، بون اولا حاجه كي يبدا يخرج لك الجان من، وايضا عندي 5 ولا 6 ولا 7 مواضيع على فرخ الحسون ليجان، راجعها خويا العزيز، راني طرحت فيها مواضيع جيده باه تصوفي ليجان تاعك، فيها توكلهم كيفاه التطعيم، محافظه عليهم. درك الموضوع هاك بالخفافي لانه درت عليه موضوع شامل. الجان تاعك يبدا يخرج من مرحله الاكل بالابره، يعني بالافنتيا ولا بالتغذيه الطبيعيه اللي دير فيها ولا كذا، باه تبدا توالف الجان تاعك يبدا ياكل من البذور. ما هي الطريقه الصحيحه والسليمه؟ كاين ناس تحب توكل الجان تاعها تطلعهم بالساك، وكاين اللي حاب تطلعهم بالميلونج. بون خويا العزيز، الجان تاعك حط في بالك مليح، كي يفوت شهر قد يبدا يحب ينقب ملي جران، انت واش دير؟ دير جودي كيما هذا، ان شاء الله يكون فيه الافاده اللي كان راكم تشوفوا فيه. تحط فيه شويه بيريلا، شويه زراعه الشوك، شويه زراعه الكيف، شويه جراند نيجر، فهمت؟ هذه البذور سهله الكسر، راح يبدا الجان يستكشف ويستطلع ويبدا يكسر منها كما راكم تشوفوا. الجان بدا ياكل في البيريلا وزراعه الشوك وكذا، من بعد راح للاموجوار هذيك حطوا فيها ميلونج، لاني نغذي الطيور تاعي ديما غير بالميلونج، يعني كل واحد حر في نفسه. يبدا ينقبلك من الميلونج، يبدا ينقبلك سي بون خلاص الجان تاعك ولا ياكل. اليوم درنا له اول تيست، حطينا له حوض الاستحمام مع واحد بروفيسيونيل في الاستحمام كيما نقولوا حنا، كي شافوا كفاه يدوش ولا عندك شويه فضول يحب يهبط باش يدير دوشه ملاحه، فهمت خويا العزيز؟ يعني كي يعد عندك ليجان في الكاجا، حاول انك من 20-25 يوم حط لهم قاروره للشرب، حط لهم ليجران وما تحاولش تفهم عليه، خلاص دوك يبداو ياكلوا فيه. بون ننطلقوا للموضوع ان شاء الله بدون اطاله. كما تعلمون فنحن ان شاء الله سندخل على موسم غيار الريش للمحافظة على الطيور إن شاء الله. كما راكم تشوفوا حنايا رانا في الدخول تاع شهر جويي، والعصافير تاعنا كاملة كاملة وكاملة كاينة كاملة، مازالت ما دخلتليش في غيار الريش. يعني أنايا نقدر نصوب في الطيور تاعي باه يدخلوا كيما نقول في غيار الريش حتى شهر سبتمبر، يعني كاين يدخل لي في 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 اوت، كاين يدخل لي في سبتمبر، يعني كاينه طريقه خفيفه ما تخليش العصافير تاعك انك تدخل لك في الغيار سريعا، يعني تحافظ عليهم، لانه جينيرالمون الناس ما تعرفش كي تعود حراره شديده، ارتفاع شديد في حراره الطقس، ويكون العصفور تاعك مشو في مكان رطب في جو سخون، الريشه تاع العصفور هذاك تيبس وكذا، من بعد تبدا تطيح ومن بعد يدخل في غيار الريش. يعني باش تحافظ على الطير تاعك، لكن انت تحتاج ولا كوفي ولا راك تبيع فيه ولا حاب تزيد تسمع المغنى تاع ولا كذا، شوف كي تطلع درجه الحراره بقوه واش دير انت مع الطيور تاعك؟ تمدلهم كل يوم حوض الاستحمام، ما نقولكش اجباري، انت حط حوض الاستحمام، خلي الطيور تاعك تستحم فيه، اسمحوا لي دقيقه، خلي الطيور تاعك تستحم فيه، استحمت ما استحمتش الله يبارك، لانه الطيور كي تعود درجه الحراره مرتفعه وسخانه ياسر تحب تدير دوشه كيما راك تشوف، راهو بلل روحو على الاخر. تعود هذه كيما نقولوا احنا دوشه البارح، ماهيش حب دوشه اليوم، نحتموش عليها، احنا نعطيها حوض الاستحمام وفقط. كي تدوش العصفور تاعك الريشه تاعو راح تعاود تتلين، يعني تمنع العصفور تاعك من دخول في غيار الريش. ايضا في ارتفاع درجات الحراره اخوكم جلال ديما ينصح بورقه سلطه، ما فيها حتى شيء، الناس كامله عندها سلطه، ورقه سلطه بلها بشويه ماء، لانه العصفور نشرح لك حتى بالتمام والكمال، العصفور يحب ياكل كيما نقول احنا ديما سلطتك شغل مازالت مبلوله فري كيما نقول احنا، مدلهم في ارتفاع درجه الحراره سلطه مرتين 3 مراتها ربي يبارك،
3 مرات في السمانه ملاح عليها وما تكثرش منها بها ما دير لهمش لا دياري. كما انا يا الجان تاعي واش نمدلو، نمدلو سلطه ونزيد نمدلو رونديل تاع خيار، لانه كي ما يحبش ياكل السلطه ولا ما يعرفش ياكل السلطه ولا ما يعرفش ياكل الخيار يروح ينقب فك الرونديله هذيك تاع الخيار. فهمنا يعني هكا تعتني بالطيور تاعك من ناحيه التركيز تاع اليوم تاع الموضوع تاعنا، باه خاوتنا يتعلموا ان شاء الله ويحترفوا تربيه الحسون في الاقفاص او الكناري او الطيور الاخرى. حافظ عليها من السخانه فقط، تعطيهم الدوش وحاجه فري كيما نقولوا احنا ربع خيار مبدل اي فاكهه سلطه حاجه اللي عندك برك في المنزل دوك كامل قدامك تهبط كامل تنقب. فهمنا؟ اسمحوا لي دقيقه نحيلوا حوض الاستحمام ونرجع معكم. كما ترون اخواني اخواتي كل واحد عطينا له شويه ورقه سلطه اللي محتاجها ياكل منها، هاي قدامك. الموضوع غني عن التعريف، ان شاء الله يكون موضوع كما قلنا احنا ممتاز وعلى السريع. كان معكم اخوكم جلال، استناونا في موضوع اخر ان شاء الله. سلام.